ينضم إلينا من شمال حلب المتطوع في الدفاع المدني عمار السلمو. أهلا ومرحبا بك. تعليقك على دخول هذه القافلة، قافلة المساعدات من الأمم المتحدة. الوفد الأممي دخل لتقديم الوضع في المنطقة، ويعني كان يجب أن يدخل منذ الأيام الأولى عندما كانت هناك يعني فائدة لإنقاذ أرواح من تحت الأنقاض. هم تأخروا كثيرا، وأيضا الأمين العام للأمم المتحدة منذ اللحظة الأولى كان يستطيع فتح أكثر من معبر آخر لدخول المساعدات. لديه الصلاحيات والإمكانيات الكبيرة الواسعة لتفعيل أي آلية استجابة سريعة ومرنة لدخول المساعدات. نعلم أنه يعني لن يكون هناك فائدة كبيرة منذ البداية الأولى، ولكن فتح مستودعاته، العمل بما يستطيع، هو كان كافي للناس داخل سوريا يعرفوا أنه فعل ما باستطاعته، ولكن هم لم يفعلوا ما باستطاعته أبدا. وكأن هناك نية لتعويم النظام السوري عبر دفع المساعدات عبر دمشق، أو هناك نية أيضا، يعني هم قالوا أنهم يريدون قرار من مجلس الأمن. يعني نحن ننتظر روسيا أو الصين لتبت في دخول مساعدات لناس تحت الأنقاض. الناس كانت تصرخ تحت الأنقاض، تموت تحت الأنقاض دون أن يعني يفترضوا لهم. لم يقدموا أي استجابة عاجلة تفيد بإنقاذ الضحايا أو حتى معالجة المصابين. هناك حاجة كبيرة لمعالجة أكثر من 12 مصاب في المشافي. نوع الإصابات هي دقيق، يحتاج إلى أطباء يعني في الأوعية، أطباء في العظام، أطباء تقنيين. أنا لا أمتلك معلومات تقنية، ولكن أطباء تقنيين لمعالجة هذا الكم من الإصابات، وخاصة عدم وصول هؤلاء المصابين إلى المشافي التركية، لأن المشافي التركية هي أيضا تضررت وتعاني من يعني كثافة في معالجة المصابين داخل تركيا. نعم، أيضا أنتم قلتم مساء الأمس بأن جهود البحث عن ناجين من الزلزال على وشك الانتهاء في شمال غرب سوريا، ماذا يعني ذلك؟ هل انتهت تماما آمال العثور عن ناجين كما تحدثتم سابقا، أم تتوقعون أن يكون هناك ناجين رغم صعوبة الوضع؟ يعني الدفاع المدني يعمل ليلا ونهارا للوصول لكافة المناطق من لكافة الأبنية من كل الاتجاهات. الوضع في تركيا هو أصعب، لأن هناك مباني حتى اليوم لم يصلوا إليها. نحن المتطوعون والمتطوعون الذين قدموا مساعدة من المنطقة وصلنا تقريبا لكل المباني من كل الاتجاهات، وتأكدنا من عدم وجود أي ناجين تحت الأنقاض عدة مرات. والآن هناك جهود للتواصل مع كل الجهات المحلية لجمع معلومات عن المفقودين. عمليات استخراج الضحايا من تحت الأنقاض مستمرة، ولكن العثور على ناجين مستحيلة بعد عدة أيام من عدم إيجاد أي ناجين تحت الأنقاض. نعم، ما هي أولوية الاحتياجات بالنسبة إليكم كدفاع مدني الآن بعد أسبوع من حدوث كارثة الزلزال؟ الدفاع المدني يقود عمليات الاستجابة داخل سوريا، وعلى عاتقه الكثير من المهام، منها التعافي المبكر. هناك حاجة لإصلاح كل البنى التحتية الضعيفة قبل الزلزال أصلا، وهي الآن مدمرة. والناس بحاجة إلى وصول المياه النظيفة، الناس بحاجة إلى يعني الطرق، الناس بحاجة إلى الوصول إلى المشافي، إلى الوصول إلى المباني العامة. المشافي تضررت وبحاجة إلى تأهيل. هناك أكثر من 40% من المدارس مضررة. هناك عدة مئات الطلبات تصلنا الآن من أجل الاستجابة لنقل الأنقاض أو لفتح الطرق أو لإصلاح شبكات المياه والكهرباء، وأيضا شبكات الصرف الصحي. نعم، الدفاع. لذلك نحن بحاجة إلى آليات. نعم. بحاجة إلى يعني مادة بسيطة كالوقود، نحن بحاجة إليها اليوم لإتمام المهام في التعافي. الناس بحاجة إلى تعافي، الجرحى بحاجة إلى تعافي، المشردون اليوم 40,000 عائلة مشردة. يعني الرقم، الناس التي تعيش في المخيمات ازداد. انتشار المجتمعات أيضا الآن اختلف عن الواقع الماضي. نحن بحاجة لكل شيء من أجل استعادة الحياة. الناس تستحق الحياة، والحياة ستستمر قبل هذه الكارثة وبعد هذه الكارثة. نعم، وعدد المتطوعين في الدفاع المدني هل هو كافي لكل التفاصيل والأعمال المطلوبة من فرق الخوذ البيضاء لإتمام أعمالها بعد كارثة الزلزال؟ نحن بحاجة إلى كل جهد. يعني لا نعمل وحدنا، حتى خلال الكارثة لن نعمل وحدنا. هناك جهود هناك يعني
طرق لتنسيق الجهود والتواصل مع كل الجهات الفاعلة، مع كل المنظمات، مع كل المجالس المحلية الموجودة على الأرض، أي جهة لديها أي قدرة نحن بحاجة إليها لتكثيف الجهود وتضافر الجهود من أجل النهوض يعني بالوضع في شمال غرب سوريا. نعم، بالنسبة لأكثر البلدات والقرى التي تضررت يتم الحديث عن جنديرس وأيضا حارم، قيم لنا الأضرار التي حصلت في تلك البلدتين. يعني المباني كلها تضررت تقريبا، حتى المباني التي لم تسقط بحاجة إلى تقييم، وقد يكون هناك حاجة لهدم تلك المباني. هدم إسقاط تلك المباني أيضا يحتاج إلى جهود كبيرة. الشبكة يعني البنى التحتية في هذه المنطقة تضرر بشكل كبير، الأتارب، حارم، سلقين، جنديرس، كل هذه المناطق بحاجة إلى جهود كبيرة من كل السوريين. يعني السوريين أثبتوا خلال هذه الأزمة أنهم يعني على قدر الاستطاعة للنهوض والعمل. كان هناك تضافر كبير مجتمعي، السوريين لبوا النداء ما قبل المجتمع الدولي وقبل الدول. يعني النظام هدم البنى التحتية ولكن لم يستطع هدم البنى الفوقية، وهي تكاتف المجتمع مع بعضه للنهوض والخروج من هذه الكارثة. نعم، طب هل يوجد أي تنسيق بينكم وبين الوفد الأممي الذي دخل قبل قليل إلى أراضي السورية عبر معبر باب الهوى؟ ليس لدي أي معلومات بذلك. قد يكون هناك تنسيق لكن ليس لدي أي معلومات عن أي تنسيق. نعم، أشكرك جزيل الشكر المتطوع في الدفاع المدني عمار السلمو، كنت معنا من شمال حلب، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات.